هي سيارة سوداء. ما هذا؟ بماذا تفكر يا فيتا؟ هل ستزيني السيارة؟ سأصنع أنعم سيارة وأقصى لون وردي في العالم. كلها وردية؟ حتى الأبواب، سأغلق كل زاوية. جميل، الآن لدي السيارة المثالية، لا أحد لديه مثلها. حسناً، أليست رائعة؟ أحسنني، لدي هذه السيارة الرائعة. واو، إذن سأريك فكرة. أنا بالتأكيد بحاجة إلى هذه الأدوات. طلبك جاهز. أنت سريع جدا، شكرا لك. يا له من صندوق كبير. علبة طلاء سوداء. بالضبط ما هو مطلوب. الآن سأري هذه الفتاة ما تعنيه السيارة الرائعة. 3، 2، 1. جاهز ومثالي. اللمسة الأخيرة. هذه أفضل سيارة في حياتي. عمل عظيم. ماذا لدينا بعد؟ يجب وضع هذه المسامير. دعونا نضيف الغراء، وعلى القمة نضع هذه. الآن هي تبدو رائعة، مثالية. ماذا يبدو لي؟ أها، يا لها من أخبار رائعة. أنا فقط لن أستسلم. مزينة من الخارج، وأنا بحاجة لإطفاء الجمال إلى داخل السيارة. الكراسي الناعمة هي ما أحب. والآن سأضيف بعض التفاصيل، لذا سأغطي عجلة القيادة باللون الوردي المثالي. هكذا، كم هو الناعم. ويجب إضافة المزيد من النعومة. هكذا، جاهز. لدي الآن أفضل سيارة، خاصة مع هذه المكعبات. وليس بدونك يا صديقي. ساحر. وسنضيف بعض الأضواء. سأضيف شريط ليد هنا. سوف يتوهج بشكل جميل جدا. نتيجة ممتازة، أحسنت عملا. خيال أليكس لا يكفي لإلحاق الهزيمة بي. ما هذا؟ لقد جعلت كل شيء في الداخل ورديا أيضا. كيف ذلك؟ حسنا، لدي هذه السلسلة. ستكون عجلة القيادة الخاصة بي أكثر روعة، لأنها ستكون من الحديد وليس من النعومة. يبقى الانتظار حتى يجف الغراء، مثالي. والآن الجمجمة ستبدو رائعة وخطيرة، أخبرتكم. وجمجمة أكبر هنا، روعة. ماذا يوجد هناك أيضا؟ بعض الحلي، رائع. بالضبط، المزيد من التفاصيل. الآن تبدو عجلة القيادة الخاصة بي مخيفة. سيارتي هي الأفضل الآن. لم يكن عليك التجريب حتى. دعونا نرى ماذا سيأتي مع فيتا. كم هذا رائع؟ ما هذا؟ أليكس ينسخ أفكاري مرة أخرى. هل قام بتزيين السيارة بجماجم؟ هل أنت غيورة؟ هناك متسع للجميع في سيارتي، حتى كلبي العزيز. ولد جيد. حسناً، انظري، هذه سيارتي، وهنا سوف تنامين. يا له من كابوس. طفلي لن يكون قادرا على النوم هنا. سأطلب لها سريرا ناعما. سريع جدا، لقد ساعدتني كثيرا. الآن سأفعل كل شيء. سريرك سيكون أكثر راحة. هكذا، فقط انظري كم هو جميل، مثالي. دعنا نذهب للتحقق منه. حسناً، كيف؟ أتحبيه؟ استريحي هنا، أرى أنه يعجبك. يا لها من سيارة مدهشة لدي. حان الوقت لالتقاط صور سيلفي رائعة في سيارتي الرائعة. يا لها من جمال. سيعرفون كيف يتركون أغراضهم دون مراقبة. ما المثير للاهتمام هنا؟ يا لك من حارس، أعذرني. هيا تعال بسرعة. أتساءل ماذا يوجد هناك؟ لا، إنه كلب، كلب مخيف وضخم. يا له من كابوس، هيا لنركض أسرع. ما هذا الصوت؟ كلبي. ماذا يحدث هناك؟ أتمنى أنه لا شيء سيء. لا، حقيبتي. أين اختفت؟ حقيبة، ولد جيد. فيتا، يبدو أن هذا لك.
هيبتي، شكراً لك. أهلاً وسهلاً. أنت عليك حراسة أشيائي. آمل ألا يأتي اللصوص بعد الآن. يا لها من لعبة رائعة، من المستحيل التوقف. البطارية انتهت، ماذا سأفعل الآن؟ فكرة، أفضل لعبة على الهاتف يمكن أن تلعب على وحدة التحكم. لدي حتى مكان مناسب لها. يبقى إضافة جهاز التلفزيون، مناسب تماما. وها هي البلاي ستيشن، سأضع كل شيء هنا. ماذا لدينا هنا أيضا؟ مثالي لوقت الاسترخاء، سأضعهم هنا ويمكنني اللعب. لننطلق. واو، ما هذا؟ مرحبا يا أخي. مرحبا، انضموا إلي. واو، كم هذا ممتع، يعجبني. كم أنا جميلة. ماذا يحدث هناك؟ هل يلعبون الألعاب ويستمتعون؟ من دوني؟ نعم، سأريكم كيف تستمتعون. سأضع هذا الصندوق هنا وأفتح صندوق السيارة. هذه أشياء الحفلة، مثالية. مكبر الصوت هنا والثاني قريب منه. هكذا يبدو رائع. وما هي الحفلة بدون كرة الديسكو؟ فقط مذهل. كلما زاد عدد الأضواء كان ذلك أفضل. سأعلق إكليلاً من الأضواء هنا. رائع، والآن حفلتي جاهزة، مثالي. الموسيقى تشغيل. انظروا كم أنا مستمتعة. أسرع وانضموا إلي. ما هذا؟ لنذهب إلى هناك. نحن معكم. وماذا عني؟ لقد أرسل أصدقائي، دعونا نمرح معا. ذلك خطأي، أحتاج إلى تصليح الوضع. أليكس، دعنا نذهب ونستمتع معا. كم هذا لطيف، لكن لدي اقتراح آخر. حسنا، لكن احترس، أنا لا أكثر. سأريك كيف ألعب. هذا ممتع، شكرا لك. من دواعي سروري. أنا جائعة لكنني حصلت على بيتزا واحدة فقط. أنا آسفة جدا لك، لكن هذا رائع، لدي الكثير من البيتزا. الكثير؟ لم ترب وجهي بعد. انظري، يوجد الكثير من البيتزا لدرجة أنها تصل إلى السماء. ديانا ستبدأ لأنها الأقل حظا. هذا يكفي، هذا ليس مضحكا على الإطلاق. أعلم بدونك أنني سوف آكل وأنا سعيدة جدا، على الرغم من أنني لا أملك سوى بيتزا واحدة، إلا أنها لذيذة ودافئة للغاية. انظروا إلى الجبن وهو يمتد، جميل. هاي، أكثر دقة، انظري أنا غير من القمامة. ما هو الفارق؟ الشيء الرئيسي هو أن مذاقها جيد بالنسبة لي. توقفي، هذا يكفي، لقد تعبت منك بالفعل. سأرمي القشور عليك، خذي هذا. أنت مضحكة للغاية، لا أحد يلمسني. بالمناسبة حان الوقت لأكل البيتزا. نعم، ديانا كانت على حق، البيتزا رائعة. فكرة، أعرف كيف أتناولها بشكل مريح بحيث لا تتسخ يدي. يمكنني لفها كاللفة. الآن إنها لذيذة ومريحة. جميلة لذيذة. انظروا، الآن سأريكم كيف يمكنني أكل البيتزا بسرعة. واو، كيف هذا؟ إنه مذهل جدا. لم أعتقد أبدا أن هذا القدر من البيتزا يمكن أن يلائم فم شخص ما. بالطبع، طريقة سريعة. أوبس، يبدو أن الأمور لم تسر وفق الخطة. ماذا نفعل الآن؟ هيا، ما الذي يقلقك؟ الآن أصبحت كل البيتزا لنا، يمكننا الاستمتاع بها. أين البيتزا الخاصة بي؟ ألا تخجلوا؟ لقد سرقتهم بكل وقاحة. لصوص، لا تصرخي علينا، كنا جائعين. لقد حان الوقت لتناول البيتزا، كنت أنتظر لفترة طويلة.
هذا هو، لكن البرج ليس بسيطا ولكنه لذيذ جدا. بقي السج. حبة تيك تاك واحدة. لدي صندوق كامل. انظروا ماذا لدى ديانا. نعم، انظروا إلى كل ما لدي. إنه ليس مجرد صندوق، إنه علبة عملاقة من تيك تاك، رائعة جدا. لكن ليلي تأكل أولا. أنا أعرف. الحلوى الخاصة بي بنكهة الكوكاكولا، أنا حقا أحبها. لذيذ جدا لكنها قليلة. ماري، حان دورك الآن. هاي، أنا مستعدة دائما لأكل شيئا لذيذا. ما هذا؟ لماذا لا أحصل على الحلويات؟ هيا بسرعة إلى فمي. ماري فقدت كل حلوياتها. لا مشكلة، قد تكون مبعثرة عبر المائدة، لكن لا يزال من الممكن أكلها أو امتصاصها من خلال القشة. شبعت. ديانا، بقيت أنت. أخيراً حان دوري لأكل كل هذه اللذاذة. تبدو لذيذة. نعم لذيذة، شاركي معنا. شارك؟ لا، إنها لذيذة لدرجة أنني سأكلها بنفسي بكل سرور. اللعنة. بالضبط، لدي فكرة عن كيفية سرقة الحلوى. إذا وصلت من هذا الجانب فهي بالتأكيد لن تلاحظ. ماري، ضع يدك هنا، سوف نأكل التيك تاك. مهلا، من أين لك هذا؟ هذه حلوتي. استعدوا لبعض النيران من بندقيتي. خذي هذا. هذا يكفي، قفي، نتوسل إليك، يكفي. ستعرفون كيف تسرقون حلوتي. إنها تقصفنا بالحلوى. هذه رصاصة لذيذة، يمكننا التقاطها بفمنا وتناولها. هذه فقط فكرة رائعة. خذوا هذا. أعتقد أنني نفدت من الخراطيش تماما وليس لدي ما أكله، لكننا ممتلئون. واو، من يحتاج إلى الكثير من الثوم؟ أوافقك، لا أعرف أبدا. لن يحالفكم الحظ يا فتيات، أنا لدي قطعة واحدة. أنت أول من سيأكل. وماذا في ذلك؟ سأتعامل معها بسرعة، سأقشرها وإلا فلن يكون من الممتع تناولها. طريقة رائعة للتقشير. ما رأيكم؟ الآن بقي من الرائع أكلها. لا، لا أريد أكل هذه الأشياء. يجب أن تكوني قد رأيت وجهك المتجعد. هل تعرفين ما الذي يمكن أن يساعدك؟ عصارة الثوم. بمساعدتها لن يبدو تناول الثوم مزعجا. هيا ليلي، افتحي فمك، سأساعدك وأعصر الثوم هناك. لا شكرا، سأفعل ذلك بنفسي. افتحي فمك جيدا، سأساعدك. ما رأيك؟ هل هو لذيذ؟ هل أعجبك الثوم؟ لا، إنه فظيع. لم يسبق لي تذوق أي شيء أسوأ في حياتي. أنا آسفة. يا لها من رائحة كريهة. ليلي، حتى لا تكون رائحة فمك مثل المجاري، خذي علكة. شكرا، أنا بالتأكيد لن أمانع بالعلكة. لقد ساعدت. الآن لا يبدو أنني أكلت الثوم. أنت محظوظة، لقد أكلت الثوم بالفعل. لابد لي من ذلك الآن. على الرغم، لماذا؟ إنه جميل جدا. سيكون أكثر روعة إذا وضعته حول رقبتي وارتديته كزينة. لا حقا، حسب القواعد عليك أن تأكليه. شهية طيبة. كنت أتمنى أن تنجح فكرة العقد. وأنت غاضبة جدا ديانا، لكن لدي فكرة أفضل. لتقشير الثوم سريعا وبشكل دقيق، يجب أن أضعه في كوب وأرجه جيدا. ثم سأتخلص من كل القشور، ويمكن أن تؤكل الرؤوس بأمان. كمان. أجل ليلي، هو
أوافقك، الثوم غير سهل للغاية. أشعر وكأنني أكلت سلة مهملات. وتنبعث منك رائحة كريهة في كل الغرفة الآن. لكن لا بأس، أعرف كيف أتعامل مع هذا بسرعة. سوف يساعدنا معطر الجو. لن يفيد شيء حتى تختفي الرائحة من فمك. اللعنة، والآن ماذا يمكنني أن أفعل؟ إذا كانت هذه رائحة أنفاسك فأنت بحاجة إلى رشها بالمعطر. أها، خذي هذا. أوه، يبدو أن العلبة انتهت. حسناً، اختفت الرائحة. بالضبط، لا رائحة على الرغم من أن طعمه سيء جداً. ديانا، حان دورك الآن لتناول الثوم. يا فتيات، أتوسل إليكم، لا يمكنني أكل هذه المجموعة الكاملة. ممنوع، هيا كلي، نحن نؤمن بك. أتمنى ألا أمرض. مع ذلك أنا فتاة قوية، يمكنني تحمل بضع فصوصا من الثوم. واو، إنها تأكله بشكل كامل مع القشور. بقي القليل، لابد لي من التعامل معه. أكثر دقة، أنت ترمي علينا. لا أهتم، كل ما يهمني أن رائحة فمي مثل سلة المهملات. أيوه، الرائحة كريهة، لكنني أعرف ماذا سيساعدنا. إذا حجبنا مصدر هذه الرائحة الكريهة سنتخلص منها من الغرفة. أوه، ليس لدي شيء لأتنفس. ساعدوني، أنقذوني. أتمنى أن تكون على قيد الحياة. بالطبع على قيد الحياة، لقد أغمي عليها للتو من الرائحة الكريهة. كل شيء على ما يرام معي، أنا حية، أنا جيدة. واو، أنت اشترت سيارة جديدة، تبدو حلوة. وهنا وينزدي في سيارتها الجديدة. هاي، لديها نفس سيارتي. لا، أنت اشتريتي واحدة مثل خاصتي. يا فتيات، لا داعي للشجار، سياراتكم تبدو مذهلة. لماذا الشجار على من اشتراها أولا؟ أوه، يبدو أن التحدي على وشك أن يبدأ. لا لا لا، لقد وصلت طلبيتي الملونة الخاصة بي. ماذا تفعل؟ هل هذه زينة لسيارة؟ بالضبط، سيكون لدي سيارة قوس قزح. ما علي سوى تعليق هذه السجادة الناعمة بألوان قوس قزح، وسوف أغطي كل سيارة. لا أريد أن تكون سياراتنا متماثلة. قوس قزح على العجلات أيضاً، وهذا القرن. أوه، أنيت، سيارتك ساحرة ومدهشة. وينزدي، كيف حالك؟ أنا لن أعلق حتى على هذا الجنون الملون، لكن لدي فكرة. سأقوم أيضاً بتزيين سيارتي بأسلوبي، يبقى أن أطلب ما أحتاج. واو، وصلت الطلبية بالفعل؟ هل هو بخير؟ إنه شاحب نوعاً ما. نعم، إنه كوينتين، يعمل لدى دراكولا. شكراً كوينتين. إذن لنرى. البخاخ الأسود خياراً جيد لطلاء سيارتي بسرعة بلون المفضل. اللون الأبيض هذا يبدو فظيعاً. الآن هذا أفضل، وبالتأكيد أحتاج إلى أكسسوارات. أريد سيارة مصاص الدماء. دعونا لا ننسى أهم شيء، الأسنان والأنياب. ألانا، السيارة تبدو مخيفة، وهذا هو المطلوب. أي، ما هذا الرعب؟ سيارة وينزدي بشكل جديد. أنيت، سيارتك جميلة أيضا، لا حاجة للشجار. أنيت، طلبت شيئا مجددا؟ نعم، إنها تفاصيل لتزيين داخل سيارتي، وإلا فهي مملة. سأضع هذا البساط الملون على المقاعد. أوه، كم هم ناعمون ومشرقون. وللمقاعد الخلفية أيضاً، لأن لدي الكثير من الأصدقاء يجلسون في الخلف. أعتقد سيحبون ذلك. لا أنسى غطاء عجلة القيادة. كل شيء سيكون بنفس الأسلوب. سأزين كل شيء. وهنا سيجلس هاجي واجي. وهنا أضع قوس قزح. ولا أنسى ألعب اللينة، ستجلس في الخلف. بقي القليل وسيارتي ستكون جاهزة تماماً. واو، أنيت، سيارتك من الداخل تبدو مذهلة فعلاً. لن أترك الأمر هكذا. أنا أيضاً سأغير التصميم الداخلي لسيارتي، ستكون أكثر روعة.
أضع سجادتي السوداء على المقاعد وبعض الوسائد السوداء، وهنا هاجي واجي المفضل لدي بلا سوء طبعاً، ولا أنسى غطاء عجلة القيادة. لم يتبقى سوى القليل وسيكون كل شيء جاهز. ألصق زوجين من الخفافيش هنا، وهنا سأعلق صديقي. بالمناسبة اسمه جاك وهو مضحك. نضع الهدايا من والدي هنا، جمجمة وعنكبوت. ما الذي يمكن أن يكون أفضل؟ وينزدي لدي قشعريرة من هذه التصاميم. أوه، هل هذا صديق آخر لك؟ نعم إنه بوب، لكنه نحيل فقط. أي، هل هو عيد الهالوين؟ صديقي يرسل تحياته. إنه وحش مخيف، خبئوني. وينزدي، ماذا تفعل هناك؟ شيء، أعطني المفتاح. هيا، لا تتكاسل بسرعة. شكرا. إذا وينزدي، ماذا تفعلين؟ هل يمكنك أن تخبريننا؟ أوه إينيد، مرحبا. لدينا وينزدي هنا تصنع شيئا ما، لكننا لا نعرف ما هو بعد. نعم سأخبركم بكل شيء. شيء، أعطني المفتاح. هاي، أين الشيء؟ سوف أجدك أيها الكسول، إنه لا يريد العمل. عندما أطلب المساعدة يهرب. أين أنت؟ لن أصرخ عليك، فقط أنا غاضبة. هيا دعني أراك، أين أنت؟ إنه ليس في أي مكان، لقد ذهب. شيء، عندما أراك سأرسلك إلى والديك. وما هذا الدور في منتصف الشارع؟ غريب، لماذا هناك دور؟ إينيد، ماذا يحدث؟ مرحبا وينزدي، افتتحنا أنا وشيء صالون تجميل في صندوق سيارتي، ما رأيك؟ افتتحتم ماذا؟ شيء، ميؤوس منك. إذن لم أقلم الورود منذ فترة طويلة في صندوق سيارتي، أعتقد حان الوقت للقيام بذلك بينما لدي وقت فراغ. رائحة الورود رائعة جدا، ستحبهم أمي بالتأكيد. والآن وقت إطعام صديقي الصغير أرنبي. أوي وينزدي، أخفتيني، انظري كم هو جميل. جميل؟ إنه أبيض جدا. لنذهب ونرى ماذا لدي في صندوق سيارتي. بكل سرور. هاي حفلة عند وينزدي، إذن ماذا لديك؟ توقفي، عليك إغلاق عينيك. حسنا، لدي فقط وشاح ملون لذلك، أنا أحب المفاجآت. أوي إينيد، لن تعجبك هذه المفاجأة، كل شيء هنا يبدو مخيف جدا ومقزز حتى. إنه صندوق سيارة وينزدي، فلا شيء غير متوقع. إينيد تحملي، سيكون الأمر مخيفا جدا. آمل أنه إذا لم تحب الثعابين ستحب الفئران. ماذا يوجد هناك؟ شيء ناعم، كم هو ممتع. وينزدي، أنا حقا أحب المفاجآت. لا تخبريني أبدا. أي انتظري، ما هذا؟ كنت لأظن أنه ثعبان، لكن من أين سيأتي الثعبان؟ أوه لا، هذا مرعب، إنهم جرذان وثعابين. وينزدي كيف يمكنك ذلك؟ نعم وينزدي، كيف يمكنك؟ أوه وينزدي ستعزف على التشيلو الآن، كنت أرغب في الاستماع إليها منذ وقت طويل. ما هذا الرعب الذي يأتي إلى أذني؟ أطفئي هذا. فقط إينيد تستمع إلى هذه الموسيقى المريعة. لا أتمنى هذا حتى لألد أعدائي. من الجيد أنني اشتريت مكبرات صوت جديدة لصندوق سيارتي. بوب، دعنا نظهر ما هي الموسيقى الحقيقية. أوه، لدينا معركة موسيقية، لنرى كيف ستجيب إينيد على هذا. ماذا؟ موسيقى مرعبة، إنها وينزدي مع التشيلو. لقد أخفت صديقتي. وما هذا أيضا؟ شيء، أنت دي جي؟ لقد علمتك سيمفونيات أكثر هدوءا وكلاسيكية. أعتقد أن هذا جيد، حتى أنني أريد أن أرقص. هيا وينزدي. حسنا، أعترف أن هذه الموسيقى جيدة، الرقص عليها ممتع حقا. يا فتيات هذا مذهل، جمعتكم الموسيقى معا. شيء، أنت دي جي عبقري.